مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ذا لاب من بيروت شو، معي انا ديانا استيفان، واللي رح نحكي فيها عن ابرز العناوين اللي قطعت خلال الاسبوع الماضي. ومن بينها لبنان بيعلن تاجيل بدء العام الدراسي، العنوان الثاني رح يكون عن اصابات بقوات اليونيفيل، العنوان الثالث هو عن هبه طوجي اللي غنت لبيروت بافتتاح القمه الفرنكوفونيه بفرنسا، وبننهي بالعنوان الرابع مع الفنان جوزيف عطية اللي غنى للأطفال النازحين ووزع عليهم هدايا. كل هالعناوين رح نفصلها خلال حلقتنا، خليكن معنا. وبنبدأ بالعنوان الأول عن العام الدراسي، فأعلن وزير التربية عباس الحلبي تأجيل بدء العام الدراسي على خلفية التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وأكد الإصرار على عدم ضياع السنة الدراسية. وقال الحلبي أنه تم تحديد بدء التعليم بالمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بأربعة تشرين الثاني أو عن بعد أو مدمج، على أن يتم التسجيل إلكترونياً. وأضاف الحلبي وقال أنه المصرين على عدم ضياع السنة الدراسية لو مهما بلغت الصعوبات. وأوضح كمان أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أبلغت عن تخطيط طبع 1,500,000 كتاب وطني لكل مراحل التعليم، والاستعداد لتموين كل مراكز التعليم البديلة والمحروقات والإنترنت والمصاريف، لسداد بوليصة التأمين لكل متعلم، وتمويل منصة مدرستي. ودعا الحلبي المدارس الخاصة لإعادة النظر بالأقساط المعلنة، وأشار إلى إمكانية العودة للتعليم بالجامعات الخاصة ابتداء من هالأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار أوضاع الطلاب وقرار التعليم عن بعد أو الحضوري، وكل جامعة بتقرر اللي بتشوفه على مسؤوليتها. عنواننا الثاني هو عن قوات اليونيفيل، فقال مصدر من الأمم المتحدة أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل من نقورة بجنوب لبنان اليوم نهار الجمعة، مما أسفر على إصابة فردين. وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت كمان محيط موقع آخر لليونيفيل وأطلقت النار عليه امبارح نهار الخميس. وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان أن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء بمواقعها بجنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وكمان على الرغم من الأوامر اللي عم بيوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة. وأفاد المصدر بأنه الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام نهار الأربعاء والخميس أدت إلى إصابة 2 من أفراد اليونيفيل وتعطل بعض قدراتها على المراقبة. ودانت الخارجية اللبنانية بشدة استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل. وأضافت الخارجية ببين أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد قوات حفظ السلام والطلب منها بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها بجنوب لبنان خلافا لولاياتها اللي حددها مجلس الأمن تعد سابقة خطيرة، وبتأكد مرة جديدة استباحة إسرائيل للشرعية الدولية وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب، إضافة إلى انتهاك الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وتابعت وزارة الخارجية بالبيان وقالت أمام هيدا التعدي الإسرائيلي الخطير على قوات حفظ السلام بطالب لبنان مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المساهمة بمهمة اليونيفيل بالدعوة لفتح تحقيق بالموضوع واتخاذ موقف حازم وصارم من هيدا الاعتداءات، وإدانتها بشدة لأنه عدم ردع إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها رح يسمح لها بالتمادي بهجماتها على اليونيفيل، ورح يبعت رسالة خاطئة ممكن يكون لها تبعيات خطيرة على مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم وعلى سلامة أفرادها وممتلكاتها. نوصل لعنواننا الثالث وهو عن الفنانة اللبنانية هبة طوجي اللي شاركت بالقمة الفرنكوفونية اللي صارت مؤخرا بفرنسا، وغنيت للسيدة فيروز غنية شهيرة
وهي غنية لبيروت. وهبة توجت لقت الدعوة للمشاركة بالقمة الفرنكوفونية من الملحق الثقافي التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي تواصلت مع هبة وأوصلت لرغبة ماكرون بتوجيه تحية للبنان من خلال صوتها عبر غنية لبيروت اللي قدمتها بتوزيع جديد حمل توقيع أليكس ميساكيان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني. ننهي بعنوان الرابع عن الفنان اللبناني جوزيف عطية اللي قام بزيارة لأحد أماكن الإغواء النازحين وغنى للأطفال ووزع عليهم هدايا وحاول زرع الفرحة بقلوبهم. وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللفتة الإنسانية اللي عملها جوزيف تجاه الأطفال النازحين. وكان جوزيف اعتذر سابقا عن إحياء حفلة بالمغرب وأصدر بيان وقال فيه: بعد الظروف الأليمة اللي ألمت بلبنان واحتراما لأهل بلده وللشهداء من الأبرياء والمدنيين وتضامنا مع الأشقاء بالوطن، وبما أن الأوضاع على ما يبدو عم تتدهور بشكل دراماتيكي، تمنى من الجمهور المغربي العزيز وإدارة المهرجان بكازابلانكا أنه يتفهموا اعتذاره عن إقامة حفلته السبت اللي كانت واقعة ب25 الأول، وطلب تأجيلها لتاريخ بيتفق عليه لاحقا. وهذا انطلاقا من واجبه الأخلاقي والأدبي والوطني على حسب قول جوزيف. وصرح جوزيف وقال أنه كان منتظر بفارغ الصبر إحياء هذا المهرجان من المغرب، هذا البلد العريق والرائد بالثقافة والفن وملاقات الجمهور المغربي العزيز الرائع. وتأمل جوزيف أنه تهدى الأمور وتزول أسباب اعتذاره لإحياء الحفل ويلاقي الجمهور بأقرب فرصة وتقدم بأحر التعازي من أهالي الشهداء، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل على أمل أنه ينجي الله لبنان. هيدي كانت أبرز عناوين اللي قطعت خلال الأسبوع الماضي. انطرونا الأسبوع الجاي مع عناوين جديدة، ومن هلأ لوقت خلوا عينكم على كل الأخبار اللي بتنزل على كل وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لصفحة لوفين بيروت. شكرا لاستماعكم لبودكاست The Love in Beirut Show كجزء من شبكة بودكاست أوغستس ميديا، ومنطلب منكم رجاء أن الضغط على زر الاشتراك وين ما كنتوا عم تسمعوا البودكاست.